ابتكرت شركة ذكاء اصطناعي بالمملكة المتحدة برنامجاً لرصد مقاطع الفيديو للجماعة الإرهابية، حيث يمكن لشخص واحد أن يراقب جميع مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على يوتيوب أو فيسبوك في يوم واحد. كما يسمح البرنامج بتمييز بين فيديوهات المتطرفين ومقاطع الفيديوهات الأخرى على شبكة الإنترنت. وأكد الباحثون أن البرنامج يمكنه التقاط حوالي 94% من تلك الفيديوهات. ومن المتوقع أن تعطي وزارة الداخلية البريطانية البرنامج مجاناً لمنصات الفيديو التي ترصد حالياً الفيديوهات المتطرفة عبر الإنترنت.